بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم راح أشرح كيفية حذف منتج تم شراءه للتو من موقع الأمازون. على سبيل المثال، طلبت هلا منتج من خلال الأمازون، وبعد ثواني أو دقائق حبيت ألغي الطلب. طبعا الطلب بعده بالمستودع الخاص بأمازون ما انشحن. كيف فيني أعمل إلغاء الطلبية اللي طلبتها حاليا من خلال تطبيق الامازون؟ الطريقه راح تكون على شكل التالي. هلا اول شيء راح احاول اطلب منتج من خلال امازون، وبعدها بدقائق راح اعمل الغاء لهذه الطلبيه. هلا اذا فرنا على تطبيق الامازون، راح نختار فرضا، راح اكتب اسم المنتج، هذا بدي اشتري المنتج على سبيل المثال. راح اختار هذا المنتج بدي اعمل له شراء، راح نكبس على المنتج الموجود عندي هون، راح اعمل له شراء ضغطه، راح انزل لتحت، راح اختار يتس كاوفن يعني الشراء الان، راح نكبس على يتس كاوفن. هلا عم يخبروني انه الطلبية الخاصة فيني انه طلبتها، انه تم الطلب على الشكل التالي. هلا بعد دقائق حبيت الغي هاي الطلبية اللي طلبتها من دقائق. طبعا اكيد بامكاني الغي الطلبية باعتبار الطلبية ما طلعت من المستودع، او ما صارت بسيارات الشحن او التوزيع. الطريقة راح تكون على شكل التالي: بعد ما تكون مسجل بحسابك بتسجل دخول بحسابك بامازون بتطبيق الامازون، راح نكبس على صورة الملف الشخصي الموجودة بالاسفل على شكل التالي مثل ما شايفين عندي هون. راح نكبس عليها ضغطة، يطلع عندي مجموعة من الخيارات. راح نختار الخيار اللي اسمه ماينا بيشتريجونج، راح نكبس عليها ضغطة. راح نشوف هذا الخيار اللي انا طلبته من شوي عم يعطيني على الشكل التالي. راح نكبس عليها ضغطة هيك، راح نكبس على السهم الموجود عندي هون. طبعا هاي المنتج عم يخبروني انه اليوم طلبته راح يوصل اليوم الاربعاء. لا، راح ننزل لتحت بالاسفل، راح نشوف في عندي خيار اسمه بيشترون يعني الغاء الطلبية. راح نكبس على الخيار الموجود عندي هون الغاء الطلبية، ضغط عليها. هل عم يطلب مني تحديد السبب الالغاء؟ بدي اختار على سبيل المثال اي شيء. بعدها راح اكبس على هاي العبارة الصفراء ارتكل شتونيغن ماركتينغ، ارتكل شتونيغن يعني تعليم المادة اللي بدي اعملها ارجاع او الغاء. راح اكبس على هاي المربع الاصفر المستطيل الاصفر، ضغط عليها. هلا هيك تمت الالغاء بكل نجاح، او هيك عملت الغاء للطلبية اللي طلبتها من قبل من خلال تطبيق الامازون. هاي كانت كل شيء متعلق بالفيديو اليوم. إن شاء الله تعالى نشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.